بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله محمد بن عبد الله. أما بعد، أيها المباركون، نتفيأ معكم ظلال هذا البرنامج المبارك ذي العنوان المبارك ومن دخله كان آمنا. وحديثنا اليوم عن مشعر عظيم طالما تمنت النفوس أن تبدأ به، ألا وهو مشعر منى. منى ذات صبغة حتى في عالمنا الأدبي، وبها نبقى وبها نبدأ. قال ابن قتيبة في كتابه القيم الشعر والشعراء، يتحدث عن تلكم الأبيات التي ليس لها كبير معنى لكن لها جمال لفظ، ومنهن قول القائل: ولما قضينا من منا كل حاجة، ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على هدب المهار رحالنا، ولم يسأل الغادي الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. منا يتعلق بها أمور عدة ابتداء. أولا، هي من الحرم بخلاف عرفة، فيتجتمع مع مزدلفة على أنهما من الحرم. منا قيل إنها سميت بمنى لكثرة ما يراق فيها من الدماء، فيقولون يمنى فيها الكثير من الدماء أي يراق. وهذا القول وإن كان صحيح المعنى، إلا أنه يحدث جدلا تاريخيا. هل كان من قبلنا عندما كانوا يعرفون منى لهم هدي وأضاحي؟ هذا محل نظر ومحل توقف. وقيل إن اسمها منى لأن آدم تمنى فيها الجنة، لأن آدم عليه السلام تمنى فيها الجنة، وقيل غير ذلك. الأصل في منى أنها دار مبيت، فليس للحجاج مشعر يبيتون فيه أكثر من منى، فإنهم يبيتون فيها اليوم الثامن ليلة التاسع، ويبيتون فيها أيام التشريق الثلاثة، ولا ينفردون بالمبيت خارج منى إلا ليلة النحر يبيتونها في مزدلفة، فهي دار مبيت في المقام الأول، كما أنها في الأصل فجاج منحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في منى، قال: نحرتها هنا وفجاج منى كلهن منحر، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أما كيف كان حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع منى؟ نبينا عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا لأنه ساق الهدي معه، وكثير من الصحابة أحرم معه لكنهم لم يسوقوا الهدي، فلما طافوا وسعوا أمر صلى الله عليه وسلم من لم يسوق الهدي من أصحابه أن يحل من عمرته ويجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج. ثم لما كان يوم التروية أحرم بقي صلى الله عليه وسلم على إحرامه وأتى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر في الرباعية ولا يجمع، ثم صلى فيها فجر اليوم التاسع، ثم أتى عرفة، وسيأتي الحديث عن عرفة تفصيلا. ثم لما كان يوم النحر صلى صلى الله عليه وسلم الفجر في مزدلفة، ثم أتى منى، وبات فيها أيام وليالي التشريق الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. في هذه الأيام كان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار، وهذا يسوقنا إلى الإخبار بطريقة أخرى عما حال الحاج في منى. في منى أيها الأخ المبارك مسجد الخيف، والخيف في اللغة من حدر من الجبل ولم يلامس الأرض، وأنت ترى سواء بعين بصيرتك في عيانا أو ما تراه في تلفاز أو في غيره عن مسجد الخيف أنه مرتفع قليلا لكنه ليس في أعلى الجبل. هذا المسجد توارث أنبياء الله من قبل الصلاة فيه،
كما دلت على ذلك جملة من الآثار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أيام مبيته صلى الله عليه وسلم وبقائه في منى في حجته حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان ميدانا رحبا للعلماء في أعصر الإسلام الزاهية كما في عهد العباسيين وأواخر عهد بني أمية، ويقال إن الشافعية كان يناظر أهل العلم فيه. هذا مسجد الخيف. في منى كانت بيعة العقبة الأولى والثانية بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته، عندما بايع الأوس والخزرج على السمع والطاعة وعلى الإسلام من قبل. فمنى شهدت تاريخا حفلا، سواء كان ذلك قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أو في حياته صلوات الله وسلامه عليه أو بعده، فهي مشعر عظيم ومكان حرم يجري عليه ما يجري على مكة من أنه لا يعضد شوكه ولا يقطع شجره ولا ينفر صيده. هذا المكان المبارك تعبدنا الله جل وعلا أيام الحج بأن نبيت فيه ليلة اليوم الثامن يوم التروية ليلة التاسع، وهذا المبيت سنة في أكثر أقوال أهل العلم. أما المبيت في ليالي التشريق فهو واجب في أكثر أقوال العلماء على من تركه دم يذبحه ويطعم به فقراء مكة ولا يأكل منه، لأنه طعام فدية وليس هدي قران. هذه منى قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها الرباعية يقصر ولا يجمع، وكان يرمي الجمرات الثلاث. في يوم النحر لما أقبل صلى الله عليه وسلم من منى، الدين بعض المواطن يجعل لها تحايا، فتحية المسجد أي مسجد صلاة ركعتين، وتحية البيت الطواف، وتحية منى رمي جمرة العقبة، وتحية منى رمي جمرة العقبة. فمن السنة من المشروع من الأفضل من الأكمل لك في حجك أنك إذا أتيت منى قادما من مزدلفة فحاول قدر الإمكان أن لا تؤخر رمي جمرة العقبة. ولا يرمى يوم النحر أي من الجمار إلا جمرة العقبة، رماها صلى الله عليه وسلم وحدها دون سواها. في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كان صلى الله عليه وسلم يخرج بعد الزوال وقبل أن يصلي الظهر، وأنا أتكلم الآن عن عين السنة، وإلا هذا قد يصعب تحقيقه على أحد الناس اليوم، لكن على الأقل أن نفقه السنة ولو عاما بعد عام نطبق بعضها. فكان صلى الله عليه وسلم يتحرى الزوال، ثم إذا زالت الشمس رمى، ثم يصلي بعد الرمي، فيبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف فيرميها، ثم يسهل أن يتقدم قليلا ذات اليمين فتكون الجمرة عن يساره، ثم يقف يدعو. وهذا موطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء بدليل فعله صلى الله عليه وسلم، فقد وقف طويلا رافعا يديه يدعو وهو القائل خذوا عني مناسككم، ثم أتى جمرة الوسطى فرماها، فأخذ ذات الشمال لتكون الجمرة على يمينه، تقدم قليلا فدعا، وقف طويلا كما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف صلوات الله وسلامه عليه، ولا هدي أكمل من هديه. صنع كذلك في اليوم التالي في اليوم الثاني من أيام التشريق ما صنع في اليوم الأول. ثم إنه صلى الله عليه وسلم صنع ذلك في اليوم الثالث، لكنه بعد أن رمى جمرة العقبة أتى مكة وقال قبلها إن نازلون غدا في خيف بني كنانة. وخيف بني كنانة مكان اجتمعت عنده قريش في أيام البعثة الأولى وتآمرت فيه على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم قرروا أن يحاصروا بني هاشم في الشعب. فنزل صلى الله عليه وسلم في خيف بني كنانة، على خلاف بين العلماء هل هو مجرد طريق مر به صلى الله عليه وسلم أو فعله قصدا، لكن يمكن اليوم أن نفعلها
تأسيا به عليه الصلاة والسلام. ورقد بعد أن صلى المغرب والعشاء قصرا دون جمع، ثم كما مر معنا في لقاء ماض أتى البيت فطاف طواف الوداع قبل أن يصلي الفجر، ثم صلى الفجر ومضى. رمى صلى الله عليه وسلم الجمار. ما معنى رمي؟ الرمي لا بد أن ينطبق على من يرمي صفة الرامي، وهو رفع اليدين. لكن أن يأتي إنسان أحيانا في غير زحام فيريد أن يحاول أن يبين لأقرانه أن لا زحام، فيضع الحجر على الحوض مثلا ثم يحاول أن يدحرجه بيده أو يرميه رميا يسيرا يريد أن يبين أن لا مشقة، لا، هذا لا يسمى رمي. يرفع الإنسان يديه ويقرن ما بين التكبير والرمي، ويقرن ما بين التكبير والرمي، ويرمي الجمرة كل جمرة بسبع حصيات، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات، يقرن ما بين الرمي والتكبير. وليس فيها قول بسم الله على الصحيح، إنما يقول الله أكبر فقط. ولا بد أن يسقط الحجر في المرمى، لا بد أن يسقط الحجر في المرمى. من الإشكالات في هذه الأعوام مسألة المبيت في منى، فالمسلمون متفقون على أن المبيت في منى شعيرة عظيمة، لكن في زماننا هذا كثر الحجاج ولله الحمد، فيأتي سؤال عمن يبيتون خارج منى. لا يخلو الأمر من أحد أمرين، لا تخلو الحالة من أحد أمرين: من يتخذ له دارا في مكة أو بعيدا جدا عن منى ثم يبيت فيها حتى في الليل، فهذا عليه دم لأنه ترك واجبا وفرط فيه. أما الفضلاء وكلهم ذو فضل الذين عجزوا أن يجدوا مكانا في منى بأجرة يقدرون عليها، ما يسمى اليوم بمخيمات دال مثلا أو مخيمات هاء، تكون في مزدلفة أو تكون في عزيزية أو ما حولها، فهؤلاء غير البعيدين عن منى الذين يرون الحجاج ويرونهم، والخيام أشبه بالمتصلة والمباني أشبه بالمتقاربة من منى، ويمكن لهم أن يغدوا ويروحوا على منى، إنما هي خطوات أو أمتار والأمور بعضهن في بعض ولا يعدون بمنأى عنها، فهؤلاء إن شاء الله لا تثريب عليهم ولا حرج ولا دم يلزمهم، وحجهم صحيح وقد فعلوا ما في وسعهم، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه من مشعر عظيم من المشاعر التي تعبدنا الله جل وعلا بأن نأتيها، على أن منى كاسم لم يرد في القرآن، مع أنه ورد ذكر عرفات ومزدلفة باسم المشعر الحرام، لكن ذكرت أعمال تؤدى في منى. قال ربنا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وهذا لا يكون إلا في منى، فذكر الحال، ولعل هذا كاف عن ذكر المكان. لكن عرفات مزدلفة كما بينا أتت، وسيأتي الحديث عنهما إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيلا. من كان متمتعا له أن يحرم من منى، من كان متمتعا له أن يحرم من منى، إذا حل إحرامه في عمرته ثم كان يوم التروية له أن يحرم من المخيم، من مزدلفة، هذا كله لا حرج فيه، ولو أحرم من مقر إقامته في مكة لكان أولى وأكمل. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول مشعر منى، ولعلنا في اللقاء القادم بإذن الله نتكلم عن مشعر مزدلفة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.